ضمن فعاليات الذكرى الثانية لتحرير عدن، نظمت فعالية احتفالية لتكريم 200 من أسر الشهداء الذين سقطوا في معركة تحرير عدن من الميليشيات الإنقلابية. يحق لكم أن تفخروا، ودماء الشهداء هذه التي روت هذه التربة الطاهرة يجب علينا جميعاً أن نجسدها في أعمالنا وفي أفعالنا وفي كل ما نعمله لأجل هذه المحافظة ولأجل هذا الوطن. الفعالية التي حضرت بحضور رسمي وجماهيري جاءت كلفتة معبرة عن مدى امتنان المدينة وأهلها لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل الذود عنها من كل من يضمر لها شرا. والله العظيم هذه أعظم ذكرى احنا يعني رأيناها في ذلك الوقت العصيب الذي مر علينا، الذي لم كنا نتوقع أننا سوف نتحرر بكل سهولة، وبفرض أبناء عدن القوة والهيمنة والسيطرة على مدينتهم الحبيبة عدن. نهني هؤلاء الشهداء على ما قدموه، ونهني كل الأبطال وكل شهيد وكل أم وكل أب شهيد على ما قدمت أولادها لتحرير عدن. لولا تضحية الشهداء ما تحررت المدينة اليوم. وبعد عامين الجميع يأمل من الجهات الرسمية في الحكومة الاهتمام بأسرهم، وذلك ردا للجميل مذكرين أن أبنائهم ضحوا بأرواحهم ليحيى الآخرون بسلام وطمأنينة. ابتهال الصالحي لقناة يمن شباب من العاصمة عدن.